الله يا ابني اللي في ايده دور يمسك فيه بايديه واسنانه. ماشي يا جماعه. ها اسراء اتاخرت النهارده. يا سلام، فاعلة خير انت فعلا. طبعا. فين اسراء؟ يا اسراء. اسراء ايه يا اسراء؟ انا اسفه يا اشرف. يا استاذ اشرف اقسم بالله العظيم انا اسفه. اسفه؟ الساعه كام معاك يا حضرتك؟ الساعه 6. واحنا ميعادنا كام؟ واحده. طيب يعني ايه؟ انا اسفه اقسم بالله دي اخر مره يا استاذ اشرف. ما انت كل مره بتقولي اخر مره. يا جماعه مش هينفع كده كده، خلاص الحكايه هتفرول مننا. تعالوا دلوقتي نفكر في مسرحيه نعملها. نعمل ايه؟ بقيت الناس لسه فين؟ فين عبد الرحمن؟ فين عبد الرحمن وفين عمر؟ عبد الرحمن جاله تصوير يا استاذ اشرف، ربنا كرمه من واسع. يعني انت بتحقد عليه ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا والله ده انا الفرحه هتفوت من وشي اهي. لا باين طبعا باين. يلا يا سيدي ربنا يكرمه. المهم بس احنا نفضل زي ما احنا كده يا جماعه عشان نعمل عروض. نعمل ايه العرض الجاي يا ريس؟ طبيعي عنده فكره حكايه. ايه؟ احنا نعمل فيلم. اي ما احنا ناخد من فيلم نعمل فكره ونعمل مسرحيه. نعمل افاتار. نعمل افاتار؟ ما اتعملش على المسرح قبل كده. اي هنعمل ايه في افاتار يعني؟ هنعمله 3 دي زي ما هو. والله هنعمل افاتار 3 دي؟ هنجيب نظارات نوزعها على العالم اللي قاعده دي وننطلق. مش اي حاجه. يعني انت ما تبقى 3 دي هيبقى شكلك ايه؟ هبقى 100 100، هبقى احلى من كده. الناس هتشوفني عالمي. يعني انت كام دي مثلا؟ عرفت. ماشي. مش هينفع مش هينفع. عايزين فيلم عربي يا جماعه، فيلم اجنبي مشكله. ممكن فيلم عربي. نعمل فيلم لخمه راس وحالك حافظه ونشوطه في السريع. ده رخص اللي انت بتقوله ده. استسهال يا حمدي. قلت ضحك مضمون يعني. لا ولا مضمون، ما اتعمل. نعمل حاجه جديده. عايزين فيلم يا جماعه. نعمل فيلم النوم في العسل. انت نفسك تنام. تنام وتستحمى بالمره يعني. نعمل حاجه نجيب محفوظ مثلا يا ريس. حاجه نجيب محفوظ؟ زواق المدق كده، ميرامور، ولا ده احسن على القدوس؟ ما فيهاش حاجه، ما ينفعش يطلع منها حاجه. انا عندي فكره كويسه. عندي فكرة كويسة ممكن نعملها. إيه؟ عندنا اللبس موجود، اجهزوا وانا هقول لكم على الفكرة ونتكل على الله. والنبي يا ريس. عايزين. والنبي ما تنساش العيال الصغيرة في الليلة اللي انت هتعملها دي، الله يبارك لك. يعني لو ما لقيتش عيال صغيرة مش هتشتغل؟ لا أي حاجة. يعني هتعمل دور عيل صغير. ربنا يستر بقى. ماشي اتكل على الله. يا مصطفى. رواية جديدة بقى يا ريس، آخد دور. أنت الرواية اللي فاتت عملت فيها حاجة؟ لا. اللي قبليها عملت حاجة؟ لا. لا قبليها؟ برضه لا. مش معنى دي يا ابني، مش معنى دي. صح يا ريس. ساعد اصحابك يلا اتكل على الله، ساعد اصحابك يلا يا جماعه اجهزوا، محمد اصغير اجهز. يا ده كريم. ايه يا اسطى؟ كنت تعالى اقول لك. ايه؟ انا مش هخش، استاذ اشرف راح لم شله اللطافه وعايزين يضحكوا. ولا انا هدخل فيها دي يا عم بلا. يا عم انا بعد تاني مسرحيه اشتهرت قوي الحمد لله. الحمد لله. ده الشهر يا رب ارجع كومبارس زي زمان. والله تعبت من الشهرة يا كريم. والله العظيم وانا تصدق بالله يا لا لا الا الجمعة بقى. اللي فاتت ماشي في الشارع صريخ ضحك والناس بتضحك وحاجة هنا في الشارع. الحمد لله ده قبول من عند ربنا. بيضحكوا على ايه بالظبط بقى؟ لما الست وقعت في البلاعة. دي فاني مسرحية لما الست وقعت في البلاعة؟ لا مش في مسرحية، واحدة ست كانت ماشية وقعت في البلاعة صريخ ضحك بقى. يعني ست وقعت فالناس بتضحك ماتوا من الضحك. انت بتحكي لي ده ايه علاقته بموضوعنا يعني؟ مش انت بتتكلم على الشهره؟ ايوه بتكلم على الزفت. طب ما الست دي اتشهرت قوي عندنا. طب والست دي تبقى امك؟ لا امال فرحان لها ليه يا كريم؟ في يا عم افرح للناس يا كريم. الشهره ان احنا وشوشنا احنا تتعرف. يعني اقول لك موقف من يوم اسبوع كده، كنت ماشي عند مول عرب قابلتني اسره كده وراجل ببدله وقال لي حضرتك بتاع تياترو مصر؟ قلت له ايوه. قال لي اتفو يا اخي ما تبطل تمثيل بقى. الحمد لله الشجره المثمره يتفون عليها. الحمد لله ربنا يزيدك يا حمدي. والله بس انا مش هخش اعمل عيال صغيره ولا اقول جمله وجملتين دي تاني. تقول لي معايا يا استاذ اشرف في وشي يا استاذ اشرف احنا نجوم ما بنقولش جمله وجملتين. هقول له يا حمدي يا كريم. ايوه يا ريس. يلا جهزوا. أيوة, ايوه بنحفظ الجمله اهو يا ريس. يلا انزل يا صغير بالمزيكا. نحن نريد العدس زود لنا التقلية شوية شطة حامية. نحن نريد العدس زود لنا التقلية شوية شطة حامية. أيها الكفار. أيها الكفار.
يا كريم كافر طفل برضه ولا ايه؟ يا ريس ما اكيد كان في اطفال في الكفار. ايوه كافر ابن كافر. ايوه ايوه صح. امال ايه؟ ولن تخضيع. ماذا نفعل الان؟ لا اين الخمر؟ كيف حال بني عبس؟ من؟ ابن كليب؟ العنتيل ابن كليب، نعم. كيف حالك يا عنتيل يا ابن كليب؟ أسمعتم عن دين محمد وأتباعه؟ نعم. إنهم يحرمون الخمر والميسر والفجور والرياء والنساء والظلم والقتل، وإحنا ناس بصراحة كفرة وبنحب الحاجات العسل دي كلها. نعم لقد سمعنا. لكننا ككفار لا تفعلوا شيء. أنا سأذهب وأقتل كل من اتبع هذا الدين. سأقتل كل من اتبع هذا الدين. اذهب يا ابن كليبة. اذهب. أين الخمر؟ سأحضرها حالا يا مولاي. اذهب يا ابن طب. أين الليتاني؟ النساء. أين النساء؟ سوف أحضرهم حالا يا مولاي. طفل. اصل حبيت الموضوع قوي بصراحه. صراحه اديته كويس. اذهب وهات النساء. ادخلوا يا نساء. فلتدخل الراقصات. ادخلوا صفينات الكافره. نحن نريد الرقص. رقص. هز شويه يا جاريه. هز شويه انت وهي. نحن نريد الرقص. رقص. هز شويه يا جاريه. هز شويه انت وهي. ولع الدنيا ولع الدنيا يا محمد. اتغير شيك شوك. ايه يا عم يا عم؟ ايام الكفار ما فيش شيك شوك يا جماعه. يا اتغير شيك شوك. ايام الكفار بس يا بتوت. هيبوظ لنا الروايه. ما تسيبوا ساعه الكفر ما تتعوضش. ولاتي ولا اوزع انك لموزع. لقد اسلم العنتيل. لقد اسلم العنتيل. اسلم العنتيل. السلام عليكم ورحمه الله. من انت؟ العنتيل ابن كليب. انت العنتيل ابن كليب؟ لقد اهتديت الى دين الاسلام فانشرح قلبي وانشرح صدري وابيض وجهي وبقيت بيبي فيس زي ما انتم شايفين كده. لقد اقصريت يا ايها القوم الكافرون. هل انت تهتدوا الى دين الاسلام؟ لا. يا دين جميل. لا. ايوه عليكو. انا خارج. انا ده اسكندراني ده مش كويس. ضايع عليكم. ايه لقد ارتديت؟ لفيت من ورا ارتديت؟ يا عنتيل. اقعد اسكر معاك ولا اروح بر الشيخ علي؟ تعالى تعالى نقعد نسكر. اليوم خمر ونساء. وغدا نقتل محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. استنى يا جماعة في حاجة غلط. ما ينفعش نقتل محمد عليه الصلاة والسلام. احنا كفار. بس احنا نعرف ربنا. احنا كممثلين لكن ككفار ما ينفعش نقول كده. نكفر بقى عشانهم. احنا ناس مؤمنين. ايوه يا عم ما ينفعش نقول كده. ايوه يا ريس وانا هخرج من المشهد ده. ليه بشوي؟ ما انت قلت بشوي بقى يا ريس. يا سلام على الحساسية. يا سلام. حساس قوي. ماشي يا سيدي خلاص. ما بقول لكم حاجة. انا مش عاجبني الرواية دي. ليه؟ ما فيهاش شغل يا جماعة. ما فيهاش شغل. استاذ اشرف. الفكرة اللي احنا عملناها من شوية دي زي الزفت. ومحمد سعد عملها قبل كده وكانت احسن مننا بمراحل. يعني وجاي تقولي دلوقتي بعد ما عملناها
ما انتوا حابين تعملوها بقى، انا بصراحه قلت انتوا حابينها وخلاص. لا ماشي يا سيدي ماشي، نعمل حاجه غير ما يجراش حاجه، فكره وما عجبتناش نعمل فكره ثانيه. بس انا عندي فكره ما اتعملتش قبل كده اقول لكم عليها، بس اجهزوا اجهزوا، عايز لبس مودرن، ها ويزو، اسراء، انور، ها نشتغل مع بعض. يلا